مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم برنامج طريق الشفاء مع الخبير بالطب البديل والطب العشاب الأستاذ علي الموسوي. مشاهدينا كما عودناكم في كل حلقاتنا بعد مقدماتنا الخاصة أنا والأستاذ علي، راح تظهر أسفل الشاشة أرقام البرنامج مع عنوان الأستاذ علي الموسوي اللي هي نفسها أرقام مركز الأستاذ علي الموسوي. كما بإمكانكم متابعة الحلقة في الإعادة في الأربعاء القادمة الساعة 6:00 مساء. ورحب الأستاذ علي الموسوي. أستاذ علي كيف الحال؟ الله يحفظكم أستاذ إسامة في أتم الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد سيد العربي والعجم أبا القاسم أبا الزهراء، وعلى إمامكم وإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب، وعلى بضع النبي الأمين سيدتي فاطمة الزهراء البتول أم الحسن والحسين، وعلى مسموم وكريم أهل البيت سيدي الحسن المجتبى، وعلى نحير أرض كرب وبلاء مقطع الأشلاء الحسين ابن علي وأخيه قمر بني هاشم، والتسعة الباقية من ذرية أمير المؤمنين والخلف الصالح. اللهم نسألك وندعوك بهذه الأسماء المباركة، اجعل هذا بلد آمن وارزق أهله من الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على عيسى بن مريم روح الله، والسلام على موسى بن عمران كليم الله، والسلام على محمد ابن عبد الله آخر النبيين وسيد المرسلين وسيد العربي والعجم. نعم أستاذ صالح، حياك 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 الله يا أستاذ علي الموسوي. مشاهدينا بس شوية، اليوم انتبهوا لي فقط فقرة، عندي أحد أقاربي يسمع هاي القصة، يعني بإمكانه تلك أمور إحنا جزء غافلين عليها خلينا نستفاد منها. أحد أقاربي في حد دول أوروبية راد يفتح له مشروع، تأخر يعني تقريبا بالسنة سنة شوية والمشروع مالته ما فتحها. فسألت يابا شنو الموضوع أستاذنا، ليش التأخير؟ يقول هنالك قوانين في دول أوروبا، إذا فتحت محل معين أسواق معينة وتريد مثلا لازم تكون بعيدة، ماكو محل بصفها يشبهها، يعني إذا عندك أسواق ما يجوز تفتح أسواق بصفها، أكو تنظيم. إذا ومن تختار الاسم يجب أن يكون الاسم غير معاد. بالمناسبة إحنا إذا قلنا الأرزاق على الله عز وجل، أكيد 100% الأرزاق على الله عز وجل، هذا شيء قطعي ما له علاقة بي. أنا أتكلم عن موضوع تنظيمي، إنه إذا فتحت مطعم أو فتحت محل أسواق معينة أو محل بقالة أي محل تسترزق من عنده، في بعض الدول هناك قوانين يجب أن يكون هناك أكثر من 30 كيلو مثل ما فهمني هو، أو عدة كيلوات ما بين محل معين ومحل معين، متجر معين ومتجر معين، إضافة أنه لازم تكون هناك الأسماء غير متشابهة. هنا ليش يريدون يحققون فد فرصة ويعني فرصة متساوية لجميع مواطنيهم في البيع والشراء. أنا أرجع وأقول أرزق على الله عز وجل أكيد، ما هذا الشيء متيم عندك، ولكن أنا أتكلم على موضوع تنظيمي مثل ما أكدت. يعني سنة أشوف عندنا في شوارعنا في محلاتنا في أسواقنا، يعني محل معين أسواق معينة خلاص بصفة أسواق أو أسواق ثانية، مطعم بصفة مطعم ثاني. هاي الموضوع بحاجة إلى تنظيم، بحاجة إلى تنظيم، وايضا بحاجه الى توعيه بخصوص هذا الموضوع. احنا ما اتكلم عن الارزاق، لا اتكلم على موضوع التنظيم حتى موضوع المنظر العام يكون اجمل واهدى ورقه. يعني قلت مثل ما تكلمت بدايه كلامي هنا عفوا، انا اليوم شويه الحنجره مالتي ما اعرف سبحان الله، مثل ما تكلمنا في بدايه الحلقه هنالك مسائل تنظيميه يجب الانتباه عليها. حياكم الله مشاهدين. انا ليش اليوم تكلمت هذا الموضوع؟ لان الاستاذ علي وأنا جاينا اليوم اتصل بي واحد هم عنده مفتح مركز الطب العشاب بصفه ومسمي مركز السيد علي الموسوي. يعني هاي مشكلة، يعني هذه مشكلة إنه هذا حسيت تشابه، أول مرة تشابه الأسماء مرفوض، واثنين أيضا تشابه بالمهنة والقرب مالته أيضا مرفوض. الأرزاق بيد الله عز وجل، فالمفروض يعني كنا نؤمن إنه الأرزاق بيد الله عز وجل، نتقي هاي الأمور. خلينا نشوف الأستاذ علي الموسوي، خلينا يحكينا على هذا الموضوع اليوم. طبعا نعم أستاذ السامة، مثل ما تفضلت حضرتك هذا مسؤولية. نعم. هذا علاجات أمراض خطرة.
يعني إذا بدون علم أوقع بها أني لا قدر الله سيد علي الموسوي نفس الاسم وقريب من يمي وقريب من يمي زين. وهذا اللي نقول مثلا مراجعني طيبان هو ودزدي واحد من ال قال له روح السيد علي الموسوي طيب زين هذا يروح يا سيد علي الموسوي منهم من منهم يعني أني ذاك اللي بصفي فما أعرف هو رزق على الله بس شنو هالمشاكل هاي ليش ليش انت شفت يعني محاربه برزق هاي سيد علي الموسوي انت اني صاحب شهادات واني طبيب رجل طبيب ودارس وواصل لمرحله يعني انت تقلدني لا 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 ما اسمح لك ابدا ولا اخليك تشتغل باسمي تشتغل باسمك اوكي اسمك الصح لا يا اللي جو قال انا سيد علي الموسوي انا سيد علي الموسوي اللي يبيع بهارات اللي يبيع بهارات قال انا سيد علي الموسوي يا بنت مو هو ذاك الرجل يطلع بالتلفزيون طبيب قال لي لا لا الان ذاك مسافر اللي يبيع عطارية صار سيد علي الموسوي اللي يعني ما ترهم هذا طب هذا خطر هاي عشاباني يعني من اطيها اطيها على مسؤوليتي ورجل ناجح انا بالعراق رجل العالم كله تعرفني فما يصير يا استاذ اسامه وما نسمح بهذا الشيء يتغير الاسم فقط ما له شغله بيه خليه يروح بالمناسبه اشتغل بس الاسم يتغير اوكي ما سيد علي نعم استاذ علي الموسوي بالمناسبه انت لك الحق القانوني نعم لك الحق القانوني يعني على حسب معرفتي لك الحق القانوني انه تقيم دعوى على اي شخص انت حش شخصيتك اكيد قانون قانونا في في نعم في نعم قانون نعم العراقي نعم هذا امر مرفوض نعم اثنين اخلاقيا انا اتكلم عن الجانب الاخلاقي والتنظيمي وتكلمت في حلقتنا ما المفروض نفس اسمك ونفس المركز ما يصير اخلاقيا ما ترى ما يصير استاذ سامي نعم نعم فشوف احنا شلون راح ترهم الامور بس انا لا احنا تكلمنا برنامجنا وعينا يعني انا هسه قلت لك الناس جاي يطيبوا هواي عندي هنا ويقول لهم روحوا السيد علي الموسوي هذا راح يجيني مسكين ما يعرف وين سيد علي الموسوي ياه منهم واحد ياخذ لي خيره لابس لي دشداشه سوداء وسبحته شطولها ولابس لي 60 محبس وجاي ياخذ خيره شو اسمك وشو اسم امك منو انت انت علي الموسوي ياب احنا جايين هذا رجل الطبيب لا 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 هذا مسافر وانا مكانه يا اخواني الاعزاء يعني انتم بالبدايه ما تخافون من الله لو تخافون من الله هاي مهنه وهاي مسؤوليه وهذا الرجل من راح يجيك شايل لحيته وذابها برقبتك زين فما يصير فانا احذركم يعني واحد يمي بس ايضا بس انا في راي حتى المشاهد حتى مراجعك ايضا يتحمل مسؤوليه سيد علي طبعا احنا مو الف مره قلنا يابا يا مشاهدين يا مراجعين استاذ علي الموسوي احنا موضوع طب اعشاب موضوع علمي وعلوم وموضوع طب اعشاب لا له علاقه بالخيره لا له علاقه بالسحر يعني عندنا حلقاتنا من 2015 لحد اللحظه نتكلم لا له علاقه لا بالخيره ولا بالسحر ولا بالمواضيع هاي هسه بغض النظر احنا ما حكينا بالمواضيع هاي احنا دا نتكلم لا استاذ مو هذا يتحد صفتي يعني يقول له سيد علي موجود مسافر وانا مكانه الحق القانوني هاي الطامه الكبرى يعني الحق القانوني رجل طبيب انا ودارس وواصل لمرحله وعندي شاهد من جامعات خارجيه من برا من لندن عندي من امريكا عندي وموافقه عندي من وزاره الصحه من موافقه من طبعا استاذ وزاره الصحه هذا لازم لا شلون يخلوك تفتح على اساس عافيه غير وزاره الصحه والدنيا كلها معروفه وهسه الهويه اللي قريتها والهويه هسه هاي مال يعني ما شاء الله ما شنو هاي خلينا هاي مال مؤسسه الطب البديل خليك مستشار الطب البديل طبعا استاذ حياك يعني راضي يخليني مدير عام بس انا ما رضيت حياك فانا 24 ساعه مرتاح واكمل شغلي وعملي اروح انام ما ظل انا افتر بالمؤسسه مؤسسه حياك. طبعا حياك. مؤسسه الطب البديل مؤسسه مسجله بالامانه العامه لوزاره الوزراء يا استاذ اسامه ويانا بروفيسوريه في طب الاعشاب صحيح وتحياتي لهم ان شاء الله حياك حياك الله شوي اليوم طولنا على مشاهدينا راح تظهر اسفل الشاشه اسفل الشاشه ظهرت اسفل الشاشه حيدا يلا ظهرا اسفل الشاشه ارقام البرنامج عندنا اول اتصال نقول الو يلا الو الله يساعدك حبيبي يا مرحبا كل هلا بيك شلونك يا مرحبا يا مرحبا كل هلا حدك حدي عنده مرة مريضة يلا وياك السيد وش على حالتك ان شاء الله العافية مقدما الله يساعدك مولاي مولاك الحسين شلونك اسأل الله يحفظك بخير اني اشكرك حبيبي مولاي عنده مرة عنده خفقان اي نعم على طول الخفقان له ضربات هاجرة وين اي اخذ من يمك حجي وين القاك حجي انتظر 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 اسمع مني لا خفقان خفقان على طول لو ضربات مهاجره لا والله على طول على طول ماخذ لها ايكو لا خف على طول لا لا انت بس نصيلي التلفزيون بالبدايه تلفزيون عالي على مود تفهم مني التلفزيون عالي اخذ لها ايكو التلفزيون اخ حبيبي خالد اي تمام اخذ لها ايكو عيني كل مشاكل القلب من وراء الدهون الثلاثيه والكوليسترول الحيواني اللي ايه. موجود عندكم بالدم بس ما ادري ما ماكو بين فتره وفتره تراجعون وتشيكون نفسكم سوي لي ايكو وتجيني ان شاء الله باذن الله اسوي لك
فيكو؟ اي لازم نشوف، ممكن شرايين مسكره مسدده، ممكن شعيرات دمويه. انا بالمشتل شارع المطبق. هذا اكو هاي الارقام مالتك اتصل، هاي مو عندك ارقام هسه اتصلت بينا حضرتك اتصلت بينا هنا نفس المال المركز مالي. مشكور. يلا حبيبي بالمشتل شارع المطبق. اي 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 اسوي لك اي كويس. مو ابشرك، احنا صرنا اربعه ما ادري خمسه بشارع المطبق، يا تروح لو قال لك انا السيد علي. لا خليك على الارقام، انت على الارقام، على الارقام وعلى شكلي باوع عن شكلي. انا متابعك ليلا ونهارا. على الراس وعلى العين. الله يحفظك، سيد مسوي خادمك. كفو كفو والنعم. والنعم منك. الله يحفظك. كلكم كلكم اولاد الزهره ام الحسين سلام الله عليها. اولاد الزهره صدق والله. حياك الله حبيبي. حياك حياك حياك. اهلا اهلا وسهلا. حياك حياك الله واهلا 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 وسهلا بك. فقط التذكير، هاي نفس ارقام، هاي الارقام الوحيده يعني سمعنا للاشتباه عفوا، هاي الارقام الوحيده لمركز الاستاذ علي المساوي، وهذا هو عنوان الاستاذ علي المساوي. اوكي الو الو تفضل. الو تفضل. الو الو تفضل يا ابوي اسمعك تفضلي. الو اسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا، كل هلا بيك. اي ارد حاج السيد. يلا حاكي تفضلي تفضلي. اي عندي بنيه عندها سكر. اي ان شاء الله العافيه. أي. مقدما. اي اخذتها لابو الاحشاب بالنجف وما طابت، وهسه تاخذ حبوب. يا اختي العزيزه الله يحفظك، تحياتي كل أي. عشاب الله يبارك فيك. يعني هو العشاب شطه العطار عنده ما اعرف، يعني انتم ما يعني قرا التحليل مالك اليوم والعشوائي قرا؟ اي اي اليوم يطلع 200 600 مرات يعني بغض النظر. المهم المهم جيبي لي جيبي لي التحليل، انا باشر بكره اوزع السكر، واذا تجي راح تشوفين العالم ما شاء الله، لازم اسرع السكر. احنا بعيدين، احنا بعيدين بالسماوه. اي يجوني من البصره، يجوني من اربيل، يجوني يجوني ما من ما اقدر اجي الا واحد يعني يجيبنا، معنا مثل ماكو توصيل. لا يا اختي علاجي طيب، بس اقول توصيل باكر يودي لك 700 مره 7000 واحد يخاف يقول لك انا سيد علي المسوى، شنو هالشغله؟ تعالي خلينا نشوف. تعالي خلينا نقرا. دز واحد من طرفها، دزي دزي واحد من طرفك ودزي لي التحاليل خليني اشيك واشوف. صحيح ما يطيب، هو يقولون وين ما تمشين ما يطيب السكر. دخلي على الانترنت على اليوتيوب، دخلي على يوتيوب واكتبي اكتبي حلقاتي شوف اهل السكر ايش قد طيبانه. طريق الشفاء. هذا اللي يقول لك ما يطيب السكر هذا ما يعرف اختي العزيزه، هذا طب عيني، هذا طب اكو بالسكر يطيبونك وما يطيبون، فهذا طب. اي اي طب هذا. يعني انا موثق يعني مو اكيد تطيب يعني. لا 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 لا, لا, لا. حجيها حجيها، انت ليش رحتي؟ يعني يجوز الله يطيبها بشهرين يمي، يجوز بثلاث اشهر، يجوز ما تطيب، هذا كله الله يداويكم مو اني، انا سبب، انا عندي 3000 حاله 4000 حاله ما سكر طابت وراحت العالم، صار لهم ثلاث سنين وصار لهم اربع سنين. بالنجف لابد تعرفه سيد الطلقان الله يحفظه. بدون ما بدون اسماء، بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء. مده سنه وما طابت. يلا بدون ذكر اسماء. تعي تعيمي وقولي خير ان شاء الله باذن الله، تعيمي ويم الله. كل رجل. سؤال ثاني. اي تفضل. عندي هم ابني بينزلق. اللي انزلاق هذا بالله مقدور عليه بساعة طيبين. يقولون القناه مسدوده، القناه يعني يعني اكل فقره ضغط على القناه الشوكيه وجذور الاعصاب، انزلاق ظروفي. والرابع عند الرابعه والخامسه ويقولون له القناه مسدوده الا عمليه. هاي يمي يجي يجي يمي ان شاء الله، وانا ارفع له هاي الفقره واعطي علاج ويطيب باذن الله باذن الله. شكرا. راح نطلعكم حالات، شلون ايش قد طابت هسه، نطلعكم حالات صعبه طابت باذن الله، السوفان يمي بسيط باذن الله. حياكم الله اختي حياكم. كل الهلا بيك. يعني رجاء الرجاء من الاخوه من الاخوه المتصلين اذا مراجعين اكثر من مكان معين عدم ذكر الاسماء. واما لا شبابنا بالكنترول اذا كان اي شخص اي متصل يذكر اسم فرجاء قطع الاتصال مالته. احنا ما نتحمل مسؤولية هذا الموضوع، المتصل هو يتحمل مسؤوليته. حياكم الله. الو طين. الو الو طين يا الو الو تفضل. السلام عليكم. السلام يا مرحبا، كل هلا بيك. شلون عم شلون حبيبي يا مرحبا، كل هلا كل هلا يا رب. السيد موجود؟ سيد السيد موجود بس نصين التلفزيون الله يبارك فيك. تفضل سيد. تفضل تفضل. يلا يا يلا تفضل. سيد عندي بنيه عمرها تقول السلام عليكم بالبدايه. يلا السلام عليكم، تحيه الاسلام. عليكم السلام ورحمه الله. بخير اشكرك. يعني استاذ اسامه ما لحق ما لحق شيء من هذا السلام. تفضل سيد. انت بنيه عمرها 8 سنوات بيها سكر. والله اني اذا متابعني السكر هواي طابت باذن الله، هواي شكرونا بالتلفزيون يخابرونا طابوا باذن الله.
اذا تسعى السكر يصعد على 450 تضرب انسولين هي. ها ها تجيب لي يعني تراكم مال التحليل اليومي يسمونه العشوائي وفاستنج يعني على الريق اخذ له تحليل واذا ذكر لك الـ اذا ذكر لك الـ التراكم اوكي ما في مشكله. مو انا بدي لي المكتب مالك ها؟ مو بديك يعني إيه؟ بالحله هو بدي اقول لك جيب التحليل وتعال اذا علي السكر تجيني إيه؟ يوم الخميس بس اريدك اكون تجيني بحدود السبعه بثمانيه الزمسره. اي ترى ما تحصل اذا جيت ورا العشره ما تحصل سكر. اي والله ما هو تعبتني يعني السكر مالته يعني صاعد حيل قبل ما ينزل. والتحليل خابط وصافي. والتحليل مالتك على مهتم نعطي حميه ونعطي علاج ان شاء الله ويانا برنامج وباذن الله يستفاد من علاجنا باذن الله. ان شاء الله خير رحمه الله. حياك الله كل الهلا اهلا وسهلا ومرحبا. حياك حياك. بالمناسبه مشاهدينا حلقاتنا كلها موجوده على اليوتيوب تحت عنوان طريق الشفاء فاللي يحب انه يكتب طريق الشفاء. موجوده حلقاتنا وايضا عندنا مقاطع صغيره من حلقاتنا تحت ايضا على اليوتيوب تحت عنوان الاعلامي اسامه العلي المطيري فاللي يحب انه يتابع الحلقات اللي وحالات الشفاء اللي مو مع الاستاذ علي الموسوي عندنا اتصال شباب اعطوني اياه الو 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 السلام عليكم. السلام يا مرحبا كل هلا بك ابويا. مرحبا استاذي حبيبي حبيبي كل هلا بك. ممكن احكي ويا الخبير؟ ممكن الخبير تفضل اخي العزيز تفضل. مرحبا دكتور. مرحبتين اهلا وسهلا. دكتور عندي سرطان مرحلة ثانية مفصل الركبة. ايش قد عمرك؟ 40 سنة. لك العمر كلامك ما يدل على انسان عمره 70 80 سنة كلام ولك العمر ان شاء الله. هذا الله يسلمك الله يسلمك. هذا بعد ال 35 كل انسان بعد ال 35 يصير عنده نقص بالعظام عفوا نقص بالعناصر والعنصر المهم 100% لكم الفيتامين دي هذا نقص يصير عند من 35 فما فوق يعني يبشر بانزلاقات غضروفيه وهشاشه العظم يبشر صار يقولوا لي غضاريفك منتهيه يلا الركبتين اسويك اياهن واعطيك علاج وارجع لك الماده الهلاميه اللي موجوده بالركبتين مفصل باذن الله وجيب لي الاشعه مفاصل اذا عندك الركبتين اشعه لا تجيب لي رنين الرنين بس ناخذه للظهر للفقرات العنقيه عفوا القطنيه والصدريه والعصعصيات هذا يسمونه رنين الركبه السوفان العنقيه لا اشعه على ما تكون واضحه والسوفان الركبتين اشعه على ما تكون واضحه نعم وبيك خير وتدلل تسلمني حياك الله حياك 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 الله وحيا الله بكل مشاهدينا ومتصلينا شبابنا ذا الحاله جاهز عندنا لو عندنا اتصال اوكي اوكي حياك الله حياك الله يلا الو طين الو 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 تفضلي مرحبا عني يا مرحبا كل هلا انا اتصل عمره 14 وياكم الخبير واشرحوا له حاله وياكم الخبير بس اعطيني مجال خليني نعطيني مجال خليني اسمع كلامك سؤالك شنو عيني ها سؤالك شنو وما سمعته سؤال ياكل يشرب يزحف ياكل يشرب يزحف الو شنو حالته الحاله شنو ها الحاله مال الطفل مالك شبيه ينهث يا اختي ما افتهم كل شيء ايش بيه؟ ينهث سمين هو؟ ايه ينهث وبدينا انظر ايش قد عمره؟ عمره ايش قد؟ 14 سنه تروح شوفي هاي اللهثه يجوز انسداد شرايين يجوز شحمات على القلب ماله شيكي يا اخذي له ايكو ام عين انت شو اسوي؟ ايكو اخذي له ممكن شعيرات دمويه مسدده ما اسمع يعني ايكو اخذيه روحي لودي له بالقلبيه الو ودي له بالقلبيه تسمعيني؟ يعني القلب تعبان؟ ما نعرف بس اذا اخذتي له ايكو ممكن يكون انسداد بالشرايين ترى هو بالعدنا مفراز المن مفراز؟ مفراز شعلي باللثه اختي العزيزه تروحين لي لابو القلبيه الله يحفظك سوي لي ايكو ممكن اكون انسداد بالشرايين ممكن التاجيه ممكن الشرايين اللي هي احنا نسميه الشريان التاجي ممكن الابهر لان هذا مربوط بالرئه، الرئه توصل الاكسجين للدم وللقلب يا ناس. مفراز شو تسوي له مفراز؟ شو تسوين بالمفراز يا ستار عنده جلطه؟ سمعي كلامي وجيبي لي الايكو تجيني للمركز يمي ان شاء الله باذن الله. حياكم الله حياكم الله بس. حياكم الله حياكم الله. خلينا نشوف الحاله اللي تماثلت الشفاء شبابنا. الحالة جاهزة حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين والشكر لله تعالى
واشكر السيد سيد علي الموشوي. كنت انا مصاب بالربو القصب الشديد والمزمن، وجيت على العيله مالته قبل 4 سنوات وطالع علاج، والحمد لله نلت الشفاء العاجل من وراء هذا العلاج الطيب. بعد مرور شهرين فحصت عند الدكتور قال لي انت ما عندك اي ربو، والحمد لله والشكر بصايه الله ورسول الله وسيد علي موسوي. اتمنى من الله سبحانه وتعالى لاخواننا المصابين باي مرض يرجعون السيد، وان شاء الله ايد الشفاء. حياك الله مشاهدينا، نحكي على الحاله شفناها على الشاشه سيد علي. استاذ اسامه طبعا كل التحيه والاحترام، رجل شيخ ما شاء الله والنعم منه. كان مصاب بالربو، يعني ربو حساسيه قصبات، حويصلات رئويه مسكره، شعيرات اللي تبادل الاكسجين في الرئه مسكره مسدده، يعني اجاني الهث. هذا اليقين من الله سبحانه وتعالى، رجل طبيب صاحب علم، وخلطاتي من اعطيك اياها، ما اعطيك اياها من كتاب ينباع بالمتنبي، جايبي لي كتب وما ادري هالطابحن، ومدمرين العالم، ينطونهم زعتر وكمون ومدمرين الناس. اعطيته خلطه طبيه صحيحه ومقادير وبها العناصر اللي انا اعرف شنو العناصر اللي موجوده في هذه النبته. هذا كطب جاي يحكي لكم تم شفاءه باذن الله، شهرين تم شفاءه باذن الله، ورجل خير من اهل الجنوب، وكل التحيه والاحترام اليه، ونسال الله يشافيكم الرحمن ويعافيكم. يحفظك يا استاذ علي، وحقيقه احنا نفرح نشوف عندنا هيك حالات شفاء. اعتقد الشباب عندي اتصال، مو انطيني. الو الو، السلام عليكم استاذ اسامه. السلام يا مرحبا، كل هلا بك حبيبي. ممكن احكي ويا سيد علي؟ اي ممكن سيد علي معك. تفضل اخي تفضل. السلام عليكم مولاي. عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونك؟ انا اسال الله يحفظك. مولاي عندي زوجتي. نعم. صار لها 7 سنين ما يصير عندها اطفال. 7 سنين ايش بها؟ ما يصير عندها اطفال. ها صار لكم 7 سنوات متزوجين وما عندكم اطفال. نعم يا اخي. المشكلة منين؟ المشكلة من زوجتي. ايش بيها كياس على المبيض؟ تكيس لو ضعف البيضة. تكيس يقول بعدها شحوم المبيض مالتها. ايش قد عمرها الله يحفظها؟ تقريبا 22 سنة. ممتاز. اكو شعرات بحنجها هنا؟ شواربها؟ لا مولاي ماكو. ماكو شعرات. انت ايش قد النسبة مالتك الاكتف النشاط؟ ايش قد؟ ما تعرف. ما تعرف. ما ادري. اكو تحاليل عندكم؟ اي عندنا تحاليل. وهي البنيه ماخذ لها السونر لاكياس المبيض؟ نعم ماخذ لها. يقوم حجم من مولاي 8. اقصد الرحمن تعال علي. ممكن مرتك مشكله هرمونيه، ممكن عندها ارتفاع. نعم. في هرمون البرولاكتين اللي هو الحليب. نعم. وممكن استروجين ارتفاع، اكيد يسوي مشكله، هذا يسوي لنا تكيس على المبيض. نعم مولاي. مولاي ما خلت لا دكاتره لا هاي. شكو شيء يثبت بان انت عندك مشكله لمرتك بالرحم، سونارات تجيب لي اياهن، وانت جيب لي التحليل هم وياك وتجيني. نعم شكرا رحم الله. واسال الله اكون انا السبب في شفائك. ان شاء الله ان شاء الله. حياك الله كل الهلا. ان شاء الله. حياك الله وحيا الله استاذ علي الموسوي. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا نتلقي اتصالاتكم على هواتف مركز الاستاذ علي الموسوي، هاي نفس الهواتف عفوا موجودة الآن أسفل الشاشة، هي نفسها هواتف مركز الأستاذ علي الموسوي. ألو تفضل. السلام عليكم. سلام يا مرحبا، كل هلا. مولاي الله يشهدك، أنا الحسن من الناصرية. هلا كل هلا هلا بك الناصرية. الله يستر عليك مولاي. مولاي أنا عندي قالون وجرثومة بالمعدة. شو اسمها الجرثومة؟ اتش بايلوري لو بونيلا؟ بعد ما تعرف. ما أدري جرثومة قال له قالون. شوف عيني، التحليل اللي أخذته مالتك دم وخروج لو بس دم؟ لا دم ولا خروج. لا شلون هذا طلعت عندك هاي جرثومه؟ انتفاخ يصير عنده الم بالمعده. لا حجينا لا تقول جرثومه، قول عندي مشكله. قول تهيج القولون عصبي جرثومه، يراد لها تحاليل. حجي يراد لها تحاليل خروج. تحاليل دم مولاي. يلا تثبت بان انت عندك جرثومه، تحليل خروج وتحليل دم. شلون اقدر اجيك للعياده مالتك ببغداد؟ ليش ما تقدر تجي خالي؟ ليش ما تقدر تجي؟ حياك الله. عندي عنوانك انا، بس يعني شويه مثل ما تقول، بس السفر شويه يصعب علينا. والله العظيم يا حجي جاي يجونا ما شاء الله من برا، يعني عراقيين خطيه من السويد. رحمه الله على والديك. هو بالسماوي ان شاء الله سهله عندك. ها؟ ان شاء الله سهله علاجها عندك.
يمي والله راح تتفاجأ إن شاء الله لأن أنا منتكل على الحي الذي لا يموت بإذن الله الطيب يمي الطيب بإذن الله. مشكور مولاي كل الهلا حياك الله حجي كل الهلا يا أبو كل الهلا والسلام حياك حياك الله حياك الله وحيا الله بكل أهلنا في كل أنحاء البلاد أينما كانوا وما زلنا نتلقى اتصالاتكم على هواتف مركز الأستاذ علي مسوي نفس هواتف البرنامج وأنا أيضا يعني في سبيل أنه لا تكون اتصالك سريع هاي الهواتف هي هواتف غير مفعلة يعني نفس الموبايل العادي كان ما تتصل على أي اتصال عادي في سبيل نضمن اتصالكم وعدم خسارتكم بالاتصال نقول ألو ألو ويا يلا ألو 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 تفضلي ألو ألو أنا أسمعك تسمعيني إيه يلا أبو تفضلي ألو دكتور أنا وياك سيد علي غير علي المساوي أنت شو تقولين لا قلبي عندي بالتاجي اي يعني انا علي الموسوي لو سامي العلي شو تقولين بيه والله انا سامي العلي نمطيري تفضلي لا تشتبهون قلبي تعبان قلبي ايش بيه بالتاجي اوصفي لي يعني انسداد لهثه تعب من تقولين تقول التاجي انسداد انسداد بالشريان التاجي اي بالشريان التاجي ايش قد العمر امي العزيزه ايش قد عمرك 61 يلا هو انا يعني واحد انا ليش اسالكم عن العمر انا رجل طبيب انا اعرف شنو المشكله اللي عندكم 60 61 شباب شباب ان شاء الله العمر إلش باذن الله الله يرضى جيبي لي الايكو هذا تعوفين التاجي علي انا افتح لك اياه باذن الله ان شاء الله يعني على مود لا تسوين قسطره وتتعبين هالعمر هذا مالك ممكن يكون حتى الطبيب ما يقدر يسوي لي انت مشكله اي دكتور والله تعبت والله العظيم تعبت هذا 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 صار لي يمكن بالثمان سنوات تسع سنوات انا على هالحاله والحبوب كتلتني موتتني هسه فنك اذا مشيتي لك 10 مترات اذا ما طلعتي لسانك متر ما اقدر والله ما اقدر اوكسجين حتى ما يوصل لدماغك ما يوصل اوكسجين للمسدود ما اقدر لا امشي لا يلا لو تجيني تجيبي لي الايكو وياك لو تدزي لي بيد واحد ان شاء الله دكتور فدوه وبعد ابني اي سوى زرع لل عند نخام بال هذا اللي عنده مشكلة بالنخاع الشوكي يسمونه خذوا له من الركبة حطوا له بالمخ الفوق اي يعني عنده فشل في النخاع اي عنده فشل يدير دم هو يدير لو ما يدير ما خذوا له من الركبة يدير يعني خذوا له وين على الفقرات يعني مادة هلامية خذوا له ما اعرف بس عمليه وخلوا له من الركبه وجانا شو هسه كل شيء ماكو لا يمشي لا هذا انت يمك هو اقدر افهم منه يمك لو ما بعيد عليك لا يمي دطيني خلنا افهم منه الله يحفظك شنو المشكله اللي عنده لا يعني جيراني هم بس المهم 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 على الواتساب دزي لي هاي الحاله ما تخلي هو الله يحفظ جيرانك او وليدك يشرح لي الحاله يشرح لي الحاله يقول لي انا عندي كذا وكذا وكذا على الواتساب هذا اللي موجود عندك قدامك بالشاشة ايه هو ايه سوى عملية وخذوا من الركبة حطوا بالورك وشو بعده ما صار لها ثالث شهر لا يمشي ولا ام العزيزة دخلي راسمني خلينا افهم منه خلي يكتب لي رسالة ويدز لي اياها سيد واروح انا الله يوفقك الله يحفظك امي الله يحفظك سلمي حياك يا حياك والله يكون بعونكم ويساعدكم انتم اهلنا شفتوا الضيم من ذاك اليوم وهذا اليوم الله يكون بعونكم يلا الو 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 تفضل السلام عليكم سلام يا مرحبا كل هلا بيك شلونك استاذ حبيبي يا مرحبا كيف سيد ممكن يلا ايه. احكي ممكن تفضل شلونك سيدنا انا بخير الله يحفظك بخير اشكرك الله يخليك انا من البصره محمد كل هلا بيك ابو محمد حبيبي اينما تكون عراقي انا عندي ارتفاع بالضغط طيب تضخم بالقلب لازم يكون تضخم بالقبلين 24 ساعه القلب يشتغل ويصعد لك الدم للراس ارتفاع في ضغط الدم شنو المشكله اللي عندك ابو محمد اكل الزوجه بالدم لا يقول لي ارتفاع بالضغط الدم من وراء تضخم القلب دكتور حبيبي القلب هو يتضخم من من الضغط ضبط الضغط مالك قال الضغط مالك منين عندك مشكله بالكلى اكو حصيوات عندك رمل خشن ما تدري الو ما تدري ما فحص يعني هذا ضغط الدم انا دزه حتى على الاكسجين مال الرئه يقيس لي اذا ضعف الاكسجين في الرئه يصعد الضغط اذا اكو التهاب بالمثانه يصعد الضغط اذا اكو رمل خشن وحصوه بالكلى يصعد الضغط
اذا اكو تضخم بالبروستات يصعد الضغط، اذا اكو مشكله بالكبد طبعا، اذا اكو مشكله بالكبد يصعد الضغط، اذا اكو مشكله بالقلب يصعد الضغط. زين ما نعرف منين هاي المشكله، فانت عليك بالحميه، لحم احمر ما تاكل، دهون مقلايات. وزني عالي، وزني 140 حبيبي، دهون مقلايات على مود انزل لك، انزل لك الضغط مالك اخليه يستقر. 140 ايش قد الطول مالك؟ هواي عندك شحوم. للطول 190 اي هواي 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 يا حبيبي الغالي، قشي ف 195 كيلو انت وزنك المفروض. فشوف لي شحوم، شوف لي شحوم الكبد، اكو لهثه، اكو تعب من تمشي. اي يصير عندي، يصير عندي صحيح، انا متاكد هيك تظل الصيد. اكو نحف عندك سيدنا؟ ها؟ اكو منحف عندك؟ لا يا حبيبي يا عيني، انت وين ركضت؟ المنحف حارق للدهون، يزيد لك الدوره الدمويه من كنتنجلط لا قدر الله. دير بالك تاخذ منحف، ممنوع. عالج الدهون، عالج الضغط، عالج مشكله تضخم القلب، خطره لا تنجلط لا قدر الله. زين وزنه 140. شوف حبيبي الغالي تراجعني، تاخذ لي ايكو تراجعني، ممكن اكون سدادات بالشرايين عندك ولزوجه في الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثيه مرتفعه وانت ما تدري. اخذ ايكو التحليل وتعال لي وانا خلصك من هاي المشكله باذن الله. ان شاء الله. والله خلصك من هاي المشكله وارجعك شباب، بس اكون اريدك تراجعني كم شهر وياي. ان شاء الله. اريدك تشد حزامك وتعطي نفسك في 6 اشهر 7 ايام مراجعات اخليك ترجع شباب باذن الله. الله يوفقك باذن الله. حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا. حياك. هوايه وزني 140؟ هواي مو هواي؟ دهون؟ اي تراكمات شحوم. يعني اول الكلام الان للمشاهد الكريم اللي يتابعنا، انه شوف حتى وحتى المنتقد الكريم اللي دا يتابعنا، انه السيد علي المسوي مثل ما شفتوا دا يشرح بامور علميه وبامور طبيه. يعني هسه كم حاله ذكر لارتفاع ضغط الدم. انا اليوم اسف اسف من ورا شويه ما اوكي. الو الو، عند الصوت مختفي. الو سيد علي. يلا سيد علي مسوي وياك، تفضل. نعم تفضل تفضل. مولانا الله يساعدك. مولاك الحسين، اهلا وسهلا ومرحبا. زين انا مراجعك قبل، بس انا هسه صار عندي تصلب بالشرايين مال القلب. يعني السدادات قويه؟ لا لا ما عندي سدادات. تصلب حبيبي الغالي حجي خليني. تصلب بس فقط. تصلب شنو؟ تصلب الشرايين يا حجي. الشرايين يعني ناشفه مسدده هيك صارت مثل البصراني اليابس. هذا التصلب، هذا التصلب يعني سدادات 100%. لا السدادات انا يعني اشرب سبرين. حجي بكيفك انت بعد اختار. واشرب بالعشرين هذا مال بدون بالدم. حجي حجي حجي. ومسوي تحاليل ما عندي هذيك الله. ابقى على طبيبك، ابقى على طبيبك. أيوة. ابو التصلب ابو الاسبرين. حياك. اي والديك حياكم الله. حياك. اهلا وسهلا. حياك. عندنا الحاله قبل الحاله الاستاذ علي المسوي نصحني قال لي ابو ليان لا تغسل بهالجوبات وتطلع مباشره. فما اخذت نصيحتك يعني هسه حتى عيونك حمر صار ما اكيد ضربك الهواء. اي فطبق الحصى. اي هسه ضربك الهواء. سوي لي وصفه استاذ. هسه اسوي لك وصفه ترجع ان شاء الله. اوكي حياك الله. خلينا نطلع الحاله اذاك موجود. اذا عندنا حاله خلينا نشوف الحاله شبابنا. لا خلينا نشوف الحاله بعدين نرجع. هذا ابو الشرايين انتبهوا له يا ناس. اي مشاهديني انتبهوا له لهذا الرجل. رجع هيك. يلا يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كنت اعاني من انسداد الاورده والشرايين والقلب صار فتره من زمن طويله. نصحوني أن أخذ الأعشاب وأجي على الدكتور علي الموسوي، فأجيت شرحت الوضعية فأنطاني علاج لمدة 45 يوم من الأعشاب حتى أفتح الانسداد بالأوردة والشرايين من جسمي. ففعلا بعد 45 يوم حللت، سويت تحاليل اللي طلبها مني الدكتور علي الموسوي، طلعت كل الزين والحمد لله والشكر، انفتحت كل الأوردة والشرايين اللي بجسمي. وأنا أشكر الدكتور علي الموسوي وأنصح الناس أن الأعشاب ترى مو مضرة وإنما نافعة، مهما كانت حتى لو ما استفادت هي نافعة وليس مضرة. فأنصح الناس والعالم أنهم يلتجون للأعشاب لأن بها فائدة وأرخص من برا، حتى السعر همينة. يعني طلبوا مني 700 بالانفتاح، وهذه أنا 225 ما أخذ من عندي. فالحمد لله وشكرا. هسه الان بخير، وانصح كل الناس والعالم تلجا الى الاعشاب. وشكرا. حياكم وحياكم الله مشاهدينا. نحكي على الحاله يا اخوان الاعزاء. شفتوا انتوا يعني تحاليل هو دايش بكل قلبه. تحاليل ما اشتغل البارحه جاني اليوم. ابو البروستات لو ما اعطيته عامه رجعته خطير مش بعيد اهله. شغلي تحاليل
خلي ذولا اللي يطلعون كلهم بالتلفزيون العشابين اطباء الاعشاب خلي يطلعوا لي بس حاله عندهم طيبانه فينهم يلا مو تقولون انتو تقولون لا كذا وكذا لا شوف شغلي طب طيب تقارير طبيه اوردوا شرايين مسدده على حكايه حجي هسه اللي خابرني يقول على الاسبرين يا حجي شرايينك صايرات شايف المصران مال غنم اللي يابس تصلب ما صرين شاره يمي تتعب ست اشهر سبعه ينفتحن غصبا على الخشم هذا الخال شوفوا يعني اول شهر اول كورس مالي 45 يوم يعني متفاجئه حتى الطبي باذن الله لطاب وهو يقول لك انصحكم نصيحه لكم ما يخلون خلي يجيب شيء تجون تستفادون باذن الله ما قلت لكم كان يفتحون صدره على اساس انشداد شرايين قويه فاسال الله سبحانه وتعالى حتى السعر حتى السعر رخيص شنو 200 دينار السعر ذكاء الهواء شنو 200 يا ناس يا عرب العام يعني والله اجاني واحد اجاني واحد خطير مبيعين النصيب ماله يلا مبيعين شو اسمها مالته نص قطعه قايله واحد بيع النص قطعه مالتك وسوفان عنده روح للهندي يسوك اياه المسكين هذا شو مسوي خطير بايع يا حيدر اخوي العزيز بايع النص قطعه مالته مسويهن خطيه يمكن ثلاث شدات بالامين هو الله يحفظه رايح واجا قلت له ها قال والله سيد ما سوى لي شيء قلت له بس كون الله جايب لك انت بهارات وياك عاد تستفاد لعائلتك قال سيد انا مهجول بالبيت هسه من بيت البيت والله يوفق فلان اللي قال لي انا جاني خطير رجل اخذت من عنده 175 سوفان بالركبتين على اساس يبدل ركبه وما كف فلوسه ما كفله وطاب بفضل الرحمن واسال الله سبحانه وتعالى كل من يشاهدني شافي الرحمن شو شنو هدف برنامجنا يا استاذ يعني هدف برنامج تثقيف الناس يعني احنا من بحثنا كثير تقارير ثبتت انه طب الاعشاب والطب التكميلي موجود حتى بالاعتماد عليه الان في دول اوروبا يعني اقاربنا يتصلون بينا اعتماد كامل عليه في دول اوروبا هذا مساله علميه مثل ما اشار استاذ علي مسوي وايضا هو طب قديم يعني الناس قبل مئات السنين هسه مو هو ايام جد وجدك شلون كانوا يتعالجون اكيد غير طب الاعشاب خلي ما يطول على المشاهد خلينا ناخذ اتصال الو السلام عليكم سلام يا مرحبا كل يا حبيبي وكنت شلون صحه حبيبي يا مرحبا كل شلونكم الله يسلمك عيني من دياله وياك كل هلا بيك وهنا بدياله يلا استاذ علي سيد علي مسوي معك تفضل اخي اسال وانا اجاوبك حبيبي تفضل حياك الله يسلمك عندي خالون العصبي مرض العصب نعم وعندي جرثومه بالمعده ودائما الضغط مالي يهبط الواطي مالتي يصعد والضغط ينزل زين انت شلون عرفت حضرتك عندك جرثومه والله من خلال التحليل يعني دم وخروج يعني صار عندي بس اسمها ما اعرفها عفية هاي يسمونها الاتش بايلوري بكتوري بالانجليزي اتش بايلوري فهاي ممكن لا قدر الله عنده جرثومه بالمستقبل تنهش جدار المعدة ويكون سرطانيات هذا السرطانيات القولون والمعدة كلها من وراء الاتش بايلوري هاي البلوة نعم اي جيب لي تحاليلك انت نصير التلفزيون على متفهم مني حضرتك الله يحفظك دكتور بس يعني تاخذني فترات من نصير يعني دكتور يعني مرات من ناكل هاي البقوليات تصير عندي يعني شلون حرقة بمعدتي طبعا وانت عندك اتش بايلوري وثاني شيء عندك بكتيريا بالقولون كم يوم تطلع بطنك لو طبيعية؟ لا طبيعية عادي ممتاز اكو بواسير لو ماكو؟ لا ما عندي ممتاز يعني اكو بكتيريا عندنا غازات في القولون تهيج القولون عصبي زائدا نعم. جرثومة المعدة اي صحيح فتجيب لي التحاليل وباذن الله اخلصك من عندهم طول عمرك باذن الله حياك قول ان شاء الله قول ان شاء الله باذن الله يعني مع مرور الوقت يعني جسمي يضعف طبعا يعني حبيبي جرثومه المعده ضد الانتيبايتيك اللي جاي يعطونك اياه لان هي صايره في افراط حموضيه المعده على جدار المعده صار ما يوصلها العلاج لان انتيبايتيك من تاخذ لك ابره او مضادات هي اقوى من المضادات تفرز ماده ضد الانتيبايتيك اللي اخذته انت من الرجل المسؤول في الطب فالاعشاب مالتها تنهيها نهائيا يعني تجيك البغداد تجينا باذن الله وتجيب لي التحاليل وياك لا تحكي لي بس حكي حبيبي حياك الله حياك 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 الله وحيا الله كل متصلين قبل لا انسى مشاهدينا حلقه تعاد ان شاء الله باكر مثل ما بلغني استاذ حيدر حلقه تعاد باكر الساعه الخميس باكر ان شاء الله الساعه 12 وايضا اعادتها الثابته الى الاربعاء الساعه الثالثه مساء فباكر تعاد ايضا الساعه 12 بالظهر يلا الو السلام عليكم سلام يا مرحبا كل هلا
شلونك استاذ؟ شلون ساكن؟ حبيبي يا مرحبا، كل هلا بيك. انا عندي اشوف انا في محاوله واصل. كل هلا بيك وانا باسط، كل هلا بيكم. عمري 62 سنه. وياك استاذ عايش شو حالك؟ عندك جوبه فيها احنا نسميه نسميه الزوائد. الزوائد هي موجودات حتى هي من الصبح هي. اثنين هم سكرات، هي مسددات؟ ايه اثنين. يعني تمد صبعك تشوف الزوائد؟ ايه شوف الاجابه علينا شوف بالمرايه. تجيني بس شهر واحد اذا لك نيه تجيني، اخلصك من العمليه. ايه بس شهر واحد تجيني. ايه اذا طبت طبت واذا ما طبت لا تجيني بعد، روح سوي عمليه. دكتور. واني ابشرك 67% طيب يمي باذن الله. يا الله يا الله يا اي مطابه هواي عالم عندهم نسيج انسجه المخاطيه والزوائد اللحميه هواي ما شاء الله، خليته يمي يتنفس كان مسددات. اي والله باذن الله. يلا دايلك واهج تجيني ومثل ما يقول ضحي لك فتشهر ماكو مشكله ان شاء الله. حياك الله، اهلا وسهلا حج. خلي شوي شوي نغير من مود الحلقه. اي ليش 67%؟ يعني 65 لا 70 سلالي. هاي دراسات استاذ اسامه ثابته. اي ثابته زين. قانون الطب 1+1 يساوي 2. حياك الله. مو يجيني واحد اسامه مو قلت له هذه، قلت له شلون عندك جرثومة بالمعدة؟ قال ما ماخذ تحاليل. عباله حي الله خطيه. اي حياك الله. نرجع مشاهدينا لاتصالاتكم. ما زلنا متواصلين معكم، هاي الارقام هي نفس ارقام مركز الاستاذ، ارقام البرنامج نفس ارقام مركز الاستاذ علي الموسوي. هذا العنوان الوحيد للاستاذ علي الموسوي منع الاشتباه. هاي الارقام غير مفعله يعني من ناحيه المبالغ، هي نفسها يعني اذا تتصل على اي موبايل نفس الشيء كانما تتصل على اي موبايل يعني في سبيل خدمتكم. عندنا اتصال شباب اذا عدنا اوكي اوكي. الو الو طيني الو طيني الو طيني الو انقطع الاتصال. يلا ناخذ غير اتصال ما في مشكله. الو تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا. علي لي صوتك بلا زحمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا، كل هلا بيك حبيبي يا مرحبا، كل هلا بيك. ممكن 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 ساعه معك بس اريد منك تعلي لي صوتك شويه. صوتك صوتك ارفع لي اياه، علي لي صوتك خلينا نفهم من بعض على الراس وعلى العين كل الهلا. انت صوتك ناصي لو شلون يعني؟ شويه علي لي صوتك خليني اسمع. صوته صوته ناصي. الو اي سيد. عليكم السلام، هلا حبيبي هلا. سيد عندي قانون والله عصبي موتني. اوكي اعطيني الاعراض ماله. الاعراض عندي حموضه يصير عندي وشويه يجي اتساد يصير عندي. شوف حبيبي الغالي الاثنين اللي انت الحموضه ممكن يكون هناك استرجاع المريء، هذا واحد. يعني يعني الحموضه دائما؟ الحموضه دائما. اوكي اذا شربت شاي حلو حموضه؟ اه اذا شربت شاي حلو حموضه؟ لا لا اوكي اذا اذا اكله بها دهن حموضه؟ شوي اي مرات يعني. كمل لي، اكو غازات بالبطن؟ غازات لا. تطبل يعني تطبل غرقر هيك اي اي تجشؤ يعني تريوعه. ايه عندي ممتاز. قبض عندك قبض يعني امساك؟ عندي مرات بس اوكي يعني. ايش عندنا هسه؟ عندنا بكتيريا بالقولون من كلامك. بكتيريا القولون تكسل لك الامعاء، الامعاء مالتك شبه كسلانه يعني شلل بالامعاء. وعندك مشكله من تاكل هسه يرتفع الغازات مالتك تضغط على الحجاب الحاجز، اكو بها خنقه فحطه. هو عندي يعني عندي سنقي يعني بمعدتي. يلا قولون عصبي، تهيج القولون عصبي ما شاء الله، شوف العالم كلها مرتاحه. عندي هم معدتي يعني هو مثلا لا معدتك ممكن اكو عندك مشكله بجدار المعده. ليش سالتك على الحموضه؟ ممكن بس راح انا اقول لك هسه المخللات اتركها. لا تتقرب على الحوامض والمخللات اتركهن بما تجيني. اذا تجيني باذن الله طيب. وإذا ما تجيني ظل أنت مشروع القلب طول عمرك. اترك يعني بعد. حياكم الله. قالوا البقوليات اترك. ها؟ قالوا البقوليات هم اترك يعني مو قالوا أنت أكل البقوليات وجيب ليل وخذ عتابة راح تشوف نفسك حيل بتأذي. مو قالوا أنت المفروض تجربها. إيه. يلا. إذا تجيني بإذن الله نحتاج يا أما شهر يا أما شهر ونص والطيب بفضل الرحمن. إن شاء الله حياكم الله كل الحياة. حياك 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 الله. عندي يتصلون بنا كثير استاذ علي،
خصوص موضوع القولون العصبي، الحالة النفسية تأثر أكيد. أوه 99% أبشركم حالة نفسية. حالة نفسية والوضع كله. حالة نفسية تعب. أنت جاي تحرق بنفسك حرق. نعم. والجسم كله أعصاب وخلايا عصبية. فتحرق أنت الخلايا العصبية مالتك. كل جسم من إنسان بيعصب. أعصاب. شعيرات عصبية، شعيرات دموية، أوتار ناعمة مثل هذا الشعر أشوف. أوتار اللي الله خالق يقول لك يجيك واحد يقول لك الله شبطيني. يعطيك هاي النعمة الفضيلة. سبحان الله. فنسأل الله يشافيكم ويعافيكم. إذا الحالة النفسية لها تأثير كل كبير. 99% أستاذ سامي. شوف يعني. نعم. نعم. والناس حقها الوضع غير وضع. أوكي. نقول ألو. ألو. علي موسوي. السيد علي معك تفضل يلا. مثل ما يقول سعيد صالح الله يرحمه يقول لك تقريبا. تفضل. يلا وياك سيد علي. الله يحفظكم وأنا بخير أشكرك. دكتور عند قولون وعند جرثومة بالمعدة وعند ناسور. ناسور شرجي لو عصعصي. الناسور عصعصي. ناسور نوعين يصير بالعصعص ويصير بالشرج. لا حياة بالطب، الطب ما بيعيب. وين الناسور مالك؟ عصعصي. عصعصي اوكي. اكو بي دم جراحة شيء ملتهب فوق الدكتور فوق الخاتم. فوق الخاتم هذا عصعصي. اكو بي التهاب جراحة دم فتحته قبل سنة. اوكي اذا فتحته انا اعطيك ضمان يطيب بساعة. فتحته قبل سنة مغمد اي انا اذا ملتهب بشع الطيب يمي بشع يطيب لان هذا العلاج من الطكيه قبل ينزل على النسيج ويقتل لك البكتيريا بفضل الرحمن ان ينهي لك الالتهاب نهائيا. المهم اوصف لي القولون، اوصف لي القولون الاعراض مالته. يلا اوصف لي اياها. عندك كس؟ عندك قبض دكتور؟ قولون عندي قولون انتفاخ وعندي جرثومه، عندي صور حموضه بالمعده ودائما اخذ حبل برازول كبسول. زين انت شلون 40 شلون عرفت عندك جرثومه؟ يعني اكو تحاليل ثبتت يعني؟ لا والله دكتور ما سويت تحاليل. بس ما يصير تحكي تقول عندي جرثومه يا حبيب الغالي، تروح لك الطبيب تقول عندي جرثومه ويعطيك. ما يصير البرازول هذا يسوي هشاشه بالعظم، يدمر العظام يدمر. فالطبيب مضطر يعطيك على مود يسكن هذا الوجع. تحاليل وجهك؟ ها؟ قصوا تحاليل وجهك؟ طبعا خروج ودم. شفت حضرة الاخ اللي من دياله شلون تحاليله مضبوطه وطالع عنده جرثومه المعده. حياك الله، اهلا وسهلا ومرحبا. حياك 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 الله وحيا الله كل المتصلين وكل مشاهدينا. ما زلنا مشاهدينا معكم، نتلقى اتصالاتكم ونقول الو. الو تفضل. السلام عليكم. سلام يا مرحبا، كل اللي بتشوفه. ايه ما خصك تحكي ويسي. يلا تفضل احكي. تفضل يا اختي العزيزه تفضل. اثنين عندها قولون. شفتوا هاي كم واحد هسه خبرني على القولون؟ اذا الحالات النفسيه لها دور. لها دور نعم. الحاله النفسيه ما شاء الله ايش قد عمرها الله يحفظها؟ 22 وعندها قولون. تطلع بطنها يومي عادي؟ لا تنتفخ بطن. لا يعني قصدي اكو قبض امساك. اي اكو اي. كم يوم تطلع بطنها؟ مرات تطول يعني مرات لا. يا اما ملين يا اما طبيعي. كسل بالامعاء وتهيج القولون العصبي. المرض اللي عندها واضح، تشخيصه واضح، قولون عصبي درجه اولى. اي اخذت له سونار دام القولون عشان طول العقل. يلا هاي بنت هي صغيره لو هسه بلش بيها. اي قال عمرها يعني عندنا قولون بعمر 50 سنه. لا هي القولون هسه يلا بلش بيها لو من زمان صار له سنه. يلا اوكي قاعد اطيب هاي بساعه باذن الله. بس بطنها تنتفخ فيه. طبعا بكتيريا وهذا اكلنا عيني. ما شاء الله الاكل مالنا كان يستوي. قبل الصيفي حصاده يصير نهايه الصيف والشتوي نهايه الشتاء. هسه ما شاء الله ذبل كيمياء ومواد عنصريه وكبريت وخلاه ما شاء الله كبره قبل وقته. فهي اذى الانسان. يلا تجيني وابشرك ان شاء الله باذن الله طيب باذن الله. اي والله اخذنا علاج. والله خليش تدعي لي طول عمرك. اخليش تدعي لي طول عمرك باذن الله. احمى الله والديك. يعني السكر باكر علاجنا نوزع يوم الخميس. اي واحد يسمعني عبر القناه كل خميس اوزع علاج السكر. علاج السكر يعني من اللي يجيني طبعا. ومن 9 الصبح اللي يجيني من 10 ما يلقى علاج. يجيني ورا 10 ما يلقى علاج والله. يعني اكو امل في طبيب؟ والله هو الامل كله بيد الله يا اختي. ناس طابته هواي بفضل الله. ان شاء الله ان شاء الله ناس طابته هواي ما شاء الله. شكرا. واسال الله يكون اني سبب في شفاك اختي. حياك 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 الله وحيا الله كل متصلين وشويه. هلا 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 على كيفكم ويا نفسكم. الموضوع الحاله النفسيه جدا صعب اخوان،
ومثل ما تكلم الاستاذ علي الموسوي الحاله النفسيه تخلق الأمر، يعني 99% من الامراض تخلق الحاله النفسيه. ندري احنا اكو بعض الامور المنغصات في الحياه، لكن يجب شويه الله عز وجل مبطي كثير، وخلينا ننظر للاناء للمملي ولا ننظر للفارغ من الاناء، وهذا من اجمل النظريات النفسيه في سبيل يكون هناك استقرار نفسي. نعم استاذ علي. انت اهل القولون هسه هواي خابرتوني. اي يا اخوان الاعزاء، الله ربك ربكم الله مطي كل شيء. هاي 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 الخضار اللي عندكم الله مطي. شوف الدول اللي برا يعود كل اسبوع ياكلون لحم، كل اسبوع ياكلون ثريد، شويه ثريد يعني مو انزل. انت بالقولون بالليل لا تاكل، لا كل فاكهه، وركز لي على الشلغم. الياف الياف اريد منك الياف. الالياف نلقيها بالرقي ونلقيها بالشلغم. راح يقول السيد رجعنا على الماضي. يا عمي هذا والله كله علاجات، بكالسيوم بالياف، هذا الشلغم. شو تقول استاذ سامح؟ ضحكت مو؟ حيدر يضحك على الشلغم. حيدر يقول لك ناس على 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 وسائل التواصل. شوفوا عيني الشلغم اسلق يوميه، اسلق واكل. عندك الشواندر ما شاء الله، يعني انتم هاي الالياف كلها اريدها من عندكم الياف. وعندك الرقي بالليل، احنا ابوه على العجايز والله العظيم بالصيف، شاق رقيقه وخبز حار ويمها الرق وتاكل. واحنا نقول شنو هاي شبع، هاي فقيره، هاي جوعانه. لا يفتهمون، ما نفتهم. لا هم يفتهمون، احنا ما نفتهم. يفتهمون، يسلقون الخباز ويسوونه، احنا نشرد من البيت. خباز يحتوي على عناصر كالسيوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، حديد، فيتامين خام، فيتامين دي. لا شيء سوى الله سبحانه وتعالى لكم. دكلوا حياك، اكلوا يا عمي وشوفوا النتيجه باذن الله. هاي اقول فيتامين خام، اقول الواحد سوي لي قشر لي شو اسمه المول احمد، يسوون احنا نسميه قرع. نعم. يعني شجر يا اخوان. 99% كالسيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وانبتنا عليه شجره من يقطين. يعني الله شو يقول لكم؟ اي مو يعطيكم راس سطر، ده يقول لك هذا علاجك انت، هذا علاجك بالياف وبكالسيوم. دكل يروح يثرد لي ثريد تمن ودجاج ويقلب الدنيا قلب، وجسمنا قاعد بالمطعم. يا عمي لا تموتون، وبعدين اذا متوا يعني الاكل تخسرون الدنيا. الدنيا حلوه، الدنيا يراد لها تعب، يراد لها راحه. ويس علي مو بس موضوع موت، الصحه يا اخي والله. يا استاذ سامح، احنا مو راح ناكل نروح بالمطاعم هسه، مو راح نروح المطعم. صحيح. يعني ايش ناكل؟ يعني انا هذا الخير ناكل رز دجاج اشوي وشويه تمن عليها شويه. صحيح. يعني هذا صحيا. صحيح. انت مو تروح على كل، نسال الله سبحانه وتعالى. حيدر عنده مداخله يقول بعض، بالفعل احنا تكلمنا بهذا الموضوع، بعض البيجات اللي تتروج لموضوع علاج القولون بطب الاعشاب، دا ياخذوه بعض الناس وبس دزي شهيتهم نحو الاكل، فقد يكون هذا علاج غير صحيح. مثل ما اشار الاستاذ علي الموسوي انه العلاج، احد علاجات القولون هو الامتناع، تقليل الاكل. حيدر دا يقول اخذت علاج من احدى البيجات زاد شهيتي للاكل. طبعا شوف بدون علم يعني. انت يا اخوان الاعزاء، يعني هسه انا ما عندي ذمه وضمير اروح اخبط لكم هالموجود الاعشاب، ما تاذيكم، واحلف لكم بالعباس وبالحسين واطلع لك 100 واحد من دول اعطيهم 100 دولار. وعلى فكره عندي واحد من عمامي مو عمامي اللحيه، يعني من عشيرتي، والله اذا تشوفون لحيته تقولون هذا بخت جده الوذ وراه. فد يوم شفته على الفيسبوك يقول لهم بالقران خلال 4 ايام انا طبت من القولون، وليش ما ربى كان يوم استشهاد الإمام علي عليه السلام في أحد رمضان من هالسنين مضت، وعزم عمنا الكبير ويجي وياه. هو وياه، شوفوا شلون خجلته. هو قرايبك؟ إي قرايبي. أبو فلان الله يساعدك قال هلا بالسيد. قلت له أنت قولون شو تثرد حتى سمكة طيرتها مالتنا، خلينا شوي وذرة من عنده. أنت مو عندك قولون؟ قال لا ما عندي قولون. قلت له شلون هذا البيج؟ قال هذا طوني بيه ورقة. وقلت له حرام. زين وضميرك؟ ماكو ضمير. قلت له حرام والله حرام عليك، عمره 80 سنة مدري 70 ما شاء الله، وأنصح مني ومن أستاذ سامة. قال مو عندي بعد السيد علي، بعد عندي إعلان ثاني بس يعطوني ورقتين. قال لي هو حرام؟ قلت له قال غير على باب الله احنا. قلت له على باب الله أنت مو كسرت رقاب العالم كلها، مو دمرت هاي الناس كلها. وهسه ليش هو ما يتابعني ترى على القناة؟ الحمد لله كان هسه سوى لي مشكلة هو. حياك الله يشافيكم. حياك الله يا استاذ علي. عندنا اخر اتصال. اوكي عندنا اخر اتصال برنامج، اعطينا حيله. الو تفضل يا ابويا. السلام عليكم. سلام يا مرحبا، كل هلا. ابي السيد. يلا سيد معك. تفضلي اختي العزيزه، تفضلي. شلونك سيد؟ انا بخير الحمد لله اشكرك. سيد انا عندي حصوه بالمراره. حصوه ايش قد الحجم مالها؟ يقولون 4 ملم 5 ملم لو اكثر. لا يمكن أكثر. يعني شقد ما أعرف أنا هسه، غير إذا ما أخذ سونار أنت قولي لي على مود، قولي شلون تجي لي لو لا تجي. خلي سونارك ما أعرف من غلط ما أدري إيش كبرها.
زين اكو لعبان نفس زواع شوي لعبان نفس اكو هواء عندي وجع ضخم بالصراحه اوكي اوكي اذا حصلت مره اكو هواء عندك غازات اي يلا جيبي لي السونر وين بيتك دياله مجيال احنا يلا انا خاصك باذن الله ما خليك تسوين عمليه ولا خليك تشيلين مراره اصلا ايش وقت اجيك؟ بنعجبك كيفك بس دوامي من 9 الصبح لحد الوحده الظهر يوميا بس الجمعه عندي عطله الدكتور عندي اثنان وثلاثه بالعظم هشاشه العظم؟ ايه مخوش حكيت حكي يعني امك وجديتك كانوا ياكلون خباز وياكلن شلغم صح لو غلط؟ وراس البصل يكسرن كسر بديهن وياكلن والتراب والتراب عليهن وما يتمرضن اكو مناعه قويه لك صحي صحي اكل لك صحي شو تقولين انت بكلامي صح لو غلط؟ لا صحيح يلا تدللين جيبي لي سونور تعالي لي حياكم الله حياكم حياكم الله وحيا اتصالاتكم نختم حلقتنا مشاهدينا كان وهنا على معرفه ودرايه اكثر من عندنا في امور حياتهم في ثقافتهم بامورهم الاجتماعيه حتى بطريقه اكلهم كان اكثر صحيه من عندنا يا استاذ علي اي طبعا استاذ سامع اذا المشاهدين لم يبقى لدينا من الوقت شيء نشكر حضور الاستاذ علي الموسوي خبير طب الاعشاب معنا شكرا استاذ علي شكر موصول لك استاذ اسامه والكادر دبليو تي في الجميل يحفظك اذا المشاهدين لا نلقاكم في حلقاتنا القادمه الحلقه باكر ان شاء الله تعاد الساعه 12 الإعادة القادمة الساعة عفوا الأربعاء الساعة بستة العصر شكرا لحسن المتابعة تقبلت حياتي أنا أسامة العلي المطيري وسلام من الله عليكم.